قروش قروش كراتونا ساعته يا أخي. يا جماعة ده شوال منو؟ دي اللي التعنا ده زول. دي شنو الحليل يجيو شوال ده؟ ده بيستي مودوه لود عم جبارة البيرنا حقته محتاجة عمرة. صاحبنا قال لي اللي البيرات غالية اشتريت له من هنا عشان ما ادفع في الكشف بتاع العزق. اي حديدة او موسيلة ممنوعة في الطيارة، معلش حنطلع منك. اين عنده حق الواجب اخدت له وشنو؟ انا دار اخدم واخدم نفسي. خلاص يا جماعة انا بطلع الحديدة وبديها للكابتن، بعد توصلوا استلموها منه لأنه الحديد ممنوع داخل الطيارة. أها جينا للاستغلال، خلات بس كلمه يحلز عليها عشان ما يجي يقول لي باسم الطيارة طلب يقوم يشيل اللي يريده. أنا أخذته جديد من محلات تموت وتخلي للزبالات الأصلية. يا زول أنت ما نصيح، إزبير عروض ما زي إزبير الطيارات. ألقى لك منو بتعرف عباس مكان الشغال في صيانة الطائرات، اليوم لقى ورني في المنطقة الصناعية جايب له حديدة حق العربية يبردها في المخرطة للطيارة. هيك ما كده ما نحن معذورين، ممنوع الإزبيرات تخش للسودان، كان ما صرفت كده ما كان قام الطيارة من كم وعشرين سنة. هيا والله السودانيين ناس بيحلوا يطلعوا من الأزمات، كان قاموا كعبيد وانفكلوا صعبين. لا بعرف عباس مكنة ولا بعرف زول تاني. ها قلت شنو؟ أخذ لك في المهملات ولا شيل الكابتن؟ لا خلاص بس خليه يحرز عليها تب وقول له ما تنسى حقة البلة عشان ما يجي زول غيري يشيله. اطمن هسه احنا مثلي وين؟ هسي الدرداقة دي إيجار ولا جايبينها من بيته؟ هذا اللي انت بس سقفت نهاي؟ الله يجازي دي حقة المطال يا أخي، خدت فيها الشنط عشان تكون تقيلة. عانى المرة دي خاتة جناها فيه تكون بتفسحوا ولا شحناهم على عفش؟ ولا عين الجنة الخايز داك خاتي لحيط الشنطة صغيلة في الدرداقة الحجاجل. شوف داك شاي اللعبة قد شنو وكوم الشنط في الدرداقة الصغيلة دي حلم دي حمولة بوكسي 80 ما يشيلها. هذا الناس يقول لا ماشي بالسودان